آيات او كدارتي رسولك صلى الله عليه وسلم مترو قف مرغيسن او ديميسن او اخريا إلا دينتا اي بواكا قذيا مترو قف حنوسني او حنوسن إلا الله سبحانه وتعالى وعافمات سينيا مترو قف مركاسي امتحاما الا امتحامي مبتلئة إلا إلهي سبحانه وتعالى امتحان كاسي عافمات بوقوبة دليا حاجد هذا الله سبحانه وتعالى وكو قذيا وكو سخي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها السادة والسيدات. أسعد الله صباحكم ومساءكم بكل خير، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم ومأوانا ومأواكم، وأن يرزقنا الله بجناته وفيده برحمته آمين يا رب. ربي أضون كستا أضومت كستا وأضوم هذا كمدة مقال كين أقاره وأشير قرية أقد بيا ولا له ذكاء مسلمين تعه صاحب ذكاء صوماليين مسلمين تأدون كودن ربي أضوم داس يأدون كاس هذه مراد كيدو يهي عافمات ربو عافمات تاماسي هذه مراد كيدو يهي مال ربو مال حلال سي هذه مراد كيدو يهي جور الله جور حلال سي هذه مراد كيدو يهي ربو أولاد يعني ذرية ربو أولاد يعرور تالله أصغر هذه مراد كيدو يهي حسلوني أي عافمات يا عبادة صوبا ربو عبادة الله وكالمي الله أدون كي أدون مدى كشير قرية قارسية لباتن إلا صدن ربيو 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 مرتو قدك إني أركان نبي محمد صلى الله عليه وسلم أيكو أركان الدنيا يا آخره أيكو الدنيا دا شو قريكو أركان آخرا إلهو ننصو كل سي أيكنا لكل سي حوت كاقي إيو محشر كا سي أيو رب نبي محمد صلى الله عليه وسلم نوغو شفاعة العدمة ولا لي المركو قريسة أنكو سلينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سودوا ولا عليا بسم الله آيات وكدرت رسولك إن محمد صلى الله عليه وسلم ما جرى أدون ديميسن إلا دينت أبوه كجديا أدون حنوسنا يا سحر يا حسد لحنوسنا يا إلا أبوه كفر فريا ما جرى أدون عادي وحنوسن حنونا عادية إلا وشوفي إلهي وعاف مارسيني أيضا هدي لغو آخر يبورو حوق بدن إلا ويهتزون ويقريريان أو بوسكو ذا أي كدغا غيان مجرو قفل امتحامي أو ابتلاء كدعي إلا إلهي وكقاضي سبحانه وتعالى أدون مجرو حاجلة إيضان له إلا الله حاجدي سيدنتي سوى أقذي سبحان الله وآيات عظيمة أو كلام الله كتابك الله كجرت سبحانه وتعالى ضرر كربانيك تواهرتا إيو خيركا إيو معجزاتك الله سبحانه وتعالى كلام كيسا كتاب كيسا كجرتا صدح آيضات وكاكابن وآكيدتك ربي سبحانه وتعالى وقود ديقي ولو يقانو كنوز محمدية وحليهن دليل أي أيهين أي تلماميان طاقت روحية وجبارة وعظيمة وقوية إلا تلمامي ويكحوك بذيهين قفك وردي كنكتا أو جوكتي يا مالنتيسا يعني يرى عجب العجاب نلوشي سوحو كاركايا وحانو فلانين آياد قدوهودو أي كبوحدو أي كوحن بارسنتهاي عافمات إيو حسلوني إناد كعافمات قبتدو نمد قليك عيش آفاتك إيو مصيبوينك ربي سبحانه وتعالى اللهنا قبت باديه وحي كوحن بارسنتهاي غنيموين إيو فرسوين إيو نعم رباني سبحان الله هديهاد كربيسنتهاي أديميسنتهاي أدحنونسنتهاي هذا عبسان ايسو والولو كوهايو ريري دريم ايسو يا اخي يا اختي القالية ولا الكيغة ولا شيء ده قالقة هاي ما اركي سيد ميها آيات كان آيات كان ما اركي سيد ميها حدي هذا حنونسان ايسو حنون هذا السحر كاه حدي هذا ديم ايسان تهي حدي احسد كوهايو حدي شقد هذا ادوافق الا اضهي حدي وحبرشاد كوهاقاق الا اضهي حدي اقور كوهاقاق الا ايهي هذه نلاشي أودن أي نقطة مد حرقة هي حرقة كحرن هذه هذا ركتهور تهذا دربي كجذبن حرقة كجذبن ونلاشي أودن أي كاحر حرن تهاي آيات كان آيات كان هموجان آيات كان هإلاوين آيات كان هيسن آيات كان هضعيف سن آيات كان يكلف ضدان أو أذيك سو ولا الكيجيو ولا شيء ذي إن شاء الله تعالى وحد آخر سنة يسا أنت آذن شقضة أي عمل كآذن قبنين أو آذن باللابين كور آيات كان هرمرسو مفتاح بيكون غنيان فرأي يكون غنيان فرج بيكون غنيان وآيات ووين وكم إذا آيات هوا وين إيه الله كتاب كيسا كتلا وين أنت آيات كان رسول كينا محمد صلى الله عليه وسلم وحليهي هدي لغو أخري بورو يردقحان
meeshoodu way ka dhaqaaqayaan. Ibn Mas'ud rahmatullahi alayhi radiyallahu an ayaa ku akhriyay qof oo imtixaan ah ama qof la imtixaamay ayuu aayadkan dhageysa ku akhriyay. Rasuulka ayaa weydiyay maxaad dhageysa ku akhrisay, markaasuu yiri rasuulka Abdullah ibn Mas'ud rahmatullahi alayhi, waxaan ku akhriyay afhasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رسولك عليه الصلاة والسلام أيا وحوير كذب قفك مركاسي يقيسا هديه كو أخري بور أو كما قال عليه الصلاة والسلام بور تميشي ذوي كدقاقي لهايد هدي روايات كلان واحدة هيسا هدي لكو أخري بعير أمرتي وحا كدقي لها رركي أيا كداد لها أو كفر ملهايد أبود آيات كاس أي ليهين درتودة وحي كجران آيات كاس نمات كسورة المؤمنون آيات بقول يشن آيات بقول تواني يشن إلا نمات كسورة ده oo afarta aayadooda hadii aan garan lahayn oo aan garanayno fadliga iyo cadiimka iyo mucjisadka ay xambaarsan tahay suuratul mu'minun qad aflaha al mu'minun nolosheena ay wax badan ka bedeli lahayd waan adeegsan lahayn laakiin inteena badan waxa laga yaabaa inaanan ku baraarugsanayn hadii suuradan lagu shido guri ama markaasi lagu akhriyo biyo qofkeedana oo biyahaasi cabo meesha lagu akhriyeena markaasi lagu firdhiyo لازال كل شيء يعني وحول با نلوش ويبدل لهاي وحكو قبانا يسا هنون انت شخصيه يعني شخصي مركاسي باطل ظالم هنونك الله يسكله اياتك لكن يا سوردن حتى تكو اخري صوت قف مركاسي اد وشبته وحي قيب كقادن يسا باذن الله ابود الله انه هدايه يا هنون وسميه قفك ان مسخديسا يا قونتيسا اي كردو قفك انه همسره يا رجسره وسميه qofka nolosha ka dhacay inuu dib u soo noolaado oo noloshiisa uu dib u qabsado wiilkaaga ama shakhsiga waxay ka dhigaysaa biidnillaah inuu ilaahay u toobad keeno oo wadadiisa saxda ku soo noqdo hadii guriga lagu akhriyo biyaheeda iyo tahliisheeda la siiyo biidnillaah waxay ka ilaalinaysaa xaraamta iyo maalka xalaamta xaraamta awlaadada iyo dhurriyadada way ka ilaalinaysaa xijaab ayay ku noqonaysaa biidnillaah waxay dhaxgalaysaa adiga iyo xaraamta iyo waxyaabaha rabbi xarimay ay ka xijaabaysa oo ka hor istaagaysa waxay biidnillaah ka dhigaysa suuradan inaad salaadahaaga waajibka ah aad xilaaliso oo aad markaasi joogteyso taaqada iyo awoodda suuradan ay leedahay cajiib weeyaan waxay ka dhigaysa inaad muwaadib ku noqoto oo joogteyso wax walba Alla amray subxaana wa ta'ala inaad ka fogaato wax walba rabbi xarimay subxaana wa ta'ala subxaanallah ha noqoto salaad zakaat bari inaad u noqoto waalidayinkaada nafsadaada inaad daahirto oo aad ka dhaqdo dunuubta iyo macaasida inaad noqoto qof mu'min ah oo taqi ah biidnillaah waxaan kula taldaarmaynaa saadarteeda waalidiinta in ay markaasii ay shidaan oo suuradan ay biyo daahir ah ay ku agshidaan kadibna biyahaasi ubadkoodu ay siiyaan ama markaasii ay guriga ku shidaan ay ilmahoogana u tufaan si ilaahay subxaanahu wa ta'ala darba hayati waddada noloshooda oo saxda ah ee Ilaahay uu jecel yahay ay ugu toosaan wuxuu qayb ka qaadanayaa hagaajinta akhlaaqda iyo wanaagga caruurtaada ayuu qayb weyn ka qaadanayaa gaar ahaan hadii aayadka suuradan ku dhamaanaya ee aayadkii hadahay aan idin akhrinay hadii qofka uu wardi uu ka dhigto noloshiisa oo raatib uga dhigo adadka iyo tirada aad doontid ba aad dhahdide yaani inta aad kari kartid hadna qoto 3 mar 7 mar 10 mar 30 mar 100 mar kun jeer inta aad kari kartid insha Allah ta'ala waxaad arki doontaa ajaayib farabadan noloshaada isbeddel farabadan oo aad mahadiso noloshaada ayaad arki doontaa waxaad arki doontaa qodax badan oo ka siibantay baadil iyo xumaan badan oo ku jirtay oo ka soo noqotay waxaad arkaysaa noloshaada isbeddeshay familkaaga isbeddelay raxmadi ilaahay iyo naxariista allah oo reerkaaga daris la noqotay waxay aayadkan insha allah ta'ala ka faa'iideeyaan murugada iyo humuumta iyo walwalka haday buura leegin xitaa way ka zuulinayaan waxay ka bixinaysaa oo deemaha lagu leeyahay balaayada ayay ka difaacaysaa waxay si dhameystiran kaaga tirtiraysaa oo kaaga masaxaysaa saameynta isha iyo sixirka ee noloshaada si dhameystiran ayay noloshaada uga dhamaanayaan بإذن الله قدرة الله سبحانه وتعالى وهذا عافي ماذا يسا إله إذن كيسا
waxay ku soo jiidayaan arsaaq iyo rizqi waasaa waxay ku soo jiidayaan jaanisyo fara badan iyo furas fara badan oo Allah ku siinay subhanahu wa ta'ala kaliya tawakkal ala Allah si yaqiin leh oo aaminsanaan leh oo aan shaki ku jirinna oo akhri oo ilaha idinkiisa subhanahu wa ta'ala niyya kasta iyo wax walba ay haaji kasto alleedahay u niyeyso tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakiila kadibna akhri oo niyeyso dantaada haajadaada u sheego hadaad deemaysan tahay deynta ebu waa kaa bixinaya hadaad xanuunsan tahay Allah xanuunku waa kaa qaadaya hadaad murugaysan tahayna ebe murugada waa kaa faydaya haddii aad faqiir tahay ilaahay taajir buu kaa dhigayaa aghnaaka Allahu min alfaqr Allah wuxuu kuu diyaarinayaa asbaabtii aad maal ku heli lahayd albaabada farajkana wuu kuu furayaa wadumtum tayyibiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.